رئيس الوزراء يعلن مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأسبوعين قادمين. مجلس الوزراء يقتطع 20% من رواتبه لمدة 3 أشهر دعما لصندوق تحيا مصر والعمالة غير المنتظمة. حملات مكثفة لشرطة التموين لضبط السلع المغشوشة والمستلزمات الطبية الغير مطابقة للمواصفات. موجز لأهم وآخر الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن مد العمل بنفس القرارات والإجراءات الاحترازية التي سبق اتخاذها لمدة 2 أسبوع قادمين حتى يوم الخميس الموافق ل23 من شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى استمرار إغلاق كافة الكافيتريات والمقاهي بشكل كامل وغلق المحال التجارية في المواعيد المحددة وتعليق حركة الطيران واستمرار غلق الجامعات والمدارس. كما أعلن رئيس الوزراء عن بدء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارا من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 6 صباحا بدلا من 7 مساء، وذلك لمنع التكدس والزحام على الطرق وفي المواصلات. كما أكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أن مصر ما زالت في المرحلة الآمنة في مواجهة فيروس كورونا، وشدد رئيس الوزراء على أن المعيار الأهم لمواجهة فيروس كورونا هو التزام المواطن بالقرارات الاحترازية. وخلال المؤتمر وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التحية والتقدير لكافة جهود أجهزة الدولة والأطقم الطبية والصحية التي تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة هذا الفيروس سعيا للحد من انتشاره. وأكد رئيس الوزراء أن المعيار الأهم للتعامل مع فيروس كورونا هو التزام المواطنين بتطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها. وطالب رئيس الوزراء خلال المؤتمر المواطنين قدر الإمكان بتقليل التجمعات والتزاحم خلال هذه الفترة والتي تشهد مناسبات دينية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع المجموعة الاقتصادية قد وجه بتقديم منحة لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة. كما دعا الرئيس السيسي المواطنين أن يساهموا في دعم هذه المبادرة. ومن هذا المنطلق قرر مجلس الوزراء الموافقة على أن يتم اقتطاع 20% من راتب كل أعضاء المجلس لمدة 3 أشهر دعما لهذه المبادرة ودعما لصندوق تحيا مصر. شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات مكثفة لضبط العديد من قضايا حجب السلع عن التداول والسلع المغشوشة والمستلزمات الطبية الغير مطابقة للمواصفات على مستوى الجمهورية. المزيد في سياق هذا التقرير. في وقت تواصل فيه الدولة جهودها للتصدي لخطر انتشار فيروس كورونا، يحاول البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين. هؤلاء تتصدى لهم أجهزة وزارة الداخلية بكل حسم، فقد نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام في ضبط مصنع دون ترخيص للسلع الغذائية بالإسكندرية بداخله نحو 3 أطنان من مصنعات اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط نحو 12 طن سلع غذائية وأكثر من 4000 عبوة شاي جميعها مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص للسلع الغذائية بالجيزة. كما تمكنت الإدارة من ضبط مالك مجزر بالقاهرة لحيازة أكثر من طن دواجن ومقطعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي. الإدارة نجحت وفي إطار تصديها لغش المستلزمات الطبية في ضبط 824,400 عبوة وقطعة مستلزمات طبية من بينها قفازات يدوية وكمامات طبية وكحول إيثيلي لدى مسؤول شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية ولدى صيدلي بالإسكندرية، فضلا عن ضبط 10,000 لتر كلور بمخزن دون ترخيص للمنظفات الصناعية بالإسكندرية. كل هؤلاء قاموا بتجميع تلك الكميات بغرض حجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأسعار أزيد من المتداولة استغلالا لإقبال المواطنين عليها لتحقيق أرباح غير مشروعة.
في الاتجاه الذاتي تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب شركة لتوزيع مستحضرات التجميل لتجميعه كميات من كحول الإيثانول الطبي لإعادة تعبئتها وطرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة، حيث تم ضبط أكثر من 1000 لتر من تلك المادة، بينما استطاعت مديرية أمن الدقهلية ضبط مسؤول مخزن دون ترخيص لبيع المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وبحوزتها أكثر من 2000 عبوة وقطعة مستلزمات طبية. مديرية أمن المنوفية تمكنت من ضبط صاحبة مصنع دون ترخيص للمستلزمات الطبية لتصنيعها تلك المستلزمات من مواد مجهولة المصدر، كما أن المنتج النهائي غير مطابق للمواصفات، وتم ضبط مواد وأدوات التصنيع وضبط أكثر من 5500 كمامة طبية مجهزة وتحت التجهيز غير مطابقة للمواصفات الصحية.